الأمن والمواطن، برنامج أمني نبين من خلاله مدى أهمية الجهود المبذولة من قبل رجال الأمن بمختلف قطاعاتهم الأمنية، والتي لها بالغ الأثر في استتاب الأمن الداخلي، فهم العين السائرة وخط الدفاع الأول في تطبيق القانون بكل حزم وعزم. أعزائي المشاهدين، مسي عليكم بالخير ورحب فيكم أجمل ترحيب في برنامجكم الأسبوعي الأمن والمواطن، متواجدين اليوم في إدارة جناح الشرطة. دائما توصلنا تساؤلات عن الإدارة هذه، ويشوفونها دائما إخواننا المواطنين اللي يشوفون الطيارات الخاصة في وزارة الداخلية يشوفونها في الجو، يبي يعرفون شنو مهامها. واليوم تواجدنا اليوم راح نعرفكم مهام هذه الإدارة اللي تعتبر من الإدارات المهمة في وزارة الداخلية. ونرحب في العميد طيار عبد العزيز لزقه، رئيس قسم هندسه الطيران. نرحب فيك طيارنا. حياك الله عميد ناصر، والساعه المباركه، تشرفنا في حضوركم في اداره جناح طيران الشرطه والبرنامج لشرح مهام الاداره. نعم، طيار عبد العزيز، دائما تساؤل يشوفون اخواننا المشاهدين، يشوفون الطيارات في وزاره الداخليه، ودائما في تساؤلات، نبي نعرف شنو دور هندسة الطيران في هذه الإدارة. أولاً نبذة عامة عن إدارة جناح طيران الشرطة، هي إدارة تعتبر إدارة مساندة لجميع إدارات وزارة الداخلية، كذلك القطاعات الأخرى من وزارات أخرى. فهي طائرات تستخدم لعمليات البحث والإنقاذ، التصوير الجوي، المطاردة، الإنزال للقوات الخاصة والمهام الخاصة، نقل كبار الشخصيات. احنا نشوف يمكن بعد كذلك في يمكن لاحظناها في الآونة الأخيرة اللي هي في ضبطيات مات المخدرات. نعم. كان لها دور في الضبطيات خاصة مع خفر سواحل. نعم نعم، حاليا يعني توصلنا طلب طائرات وأمر تحرك من إدارات أخرى، مثلا إدارة خفر السواحل في استخدام الطائرة العمودية في المهام الأمنية. نعم. مثل مطاردة مهربين المخدرات أو الضبطيات أو غيرها، لما يعني ما تحمل طيارة من إمكانيات سواء إلكترونية من كاميرات وأجهزة، كذلك من تغطية جوية لأماكن الأحداث، حتى تكون فيها الطيارات فيها تكون ناس مسلحة قناصة ويكون. نعم. في سلاح. نعم. موجود كذلك فيها. ممكن يكون معنا أشخاص من مسلحين من الجهات المختصة مثل القوات الخاصة أو خفر السواحل، في عتاد الكامل فول جير، سواء قناصة أو غيره، يتعاملون مع الحدث من الجو. تعرف على دوركم أنتم كإدارة هندسة أو قسم هندسة في تجهيز الطائرات؟ نعم، قسم هندسة الطيران في إدارة جناح شرط طيران الشرطة هو يعتبر أحد الأعصاب الرئيسية للإدارة. نعم. فهو القسم المختص في تجهيز الطائرة فنياً وتجهيز الاستلام اي مهمه او عمليه طيران. نعم. من ناحيه فنيه ومن ناحيه سيفتي اللي هي الامان في اداء المهمه. نعم. بالنسبه للموجودين، شفنا يمكن شباب كويتيين هم قاعد في جزء منها، شباب كويتيين قاعدين يتاكدون من سلامه الطائره. نعم. شنو الدورات اللي قاعد تاخذونها؟ نعم، تم تاهيل والله الحمد والمنه بتوظيف كوادر وطنيه من اخواننا وزملائنا الضباط المهندسين، كذلك مهندسين مدنيين كويتيين، كوادر وطنية 100%، بتعثناهم في دورات متخصصة في هندسة الطيران في مجالين، مجال هندسة الطيران ومجال اللي هو الأفيونكس أو كهرباء الطيارات وإلكترونيات الطيارات. نعم. فهم على كذلك خذوا بعض الدورات المتخصصة في المصانع المصنعة للطائرات، شركة إيرباص خذوا دورات اللي احنا نسميها تايب ريتينج
المتخصصة على كل نوع طيارة. طبعا يعطيكم العافية. اليوم احنا يمكن تواجدنا اليوم شفنا هالكوادر الوطنية وشفنا يعني مدى الشغل، يعني يمكن قاعد نشوف الطيارة بس ما ندري شنو قاعد العمل اللي قاعد تسوون فيه. نعم، الكوادر الوطنية لها القدرة الكافية والكاملة في تجهيز الطيارة. قسم الهندسة قسم مهم جدا، ما نقدر نشتغل بدون صيانة، ما نقدر نطير بدون صيانة. والهدف الرئيسي تأدية المهمة بأكمل وجه من ناحية فنية ومن ناحية سيفتي. نعم. قاعد أشوف أنا الطيور الحين، فهل هذه تأثر على الطيارة؟ نعم، في بعض الطيور ممكن تأثر إذا عددها كبير وغيره، بس سبحان الله عادة الطير يخاف من الصوت، الصوت يخاف من الطير اللي أكبر منه. نعم. فيوخر عنك يعني. يعني نعم. كل السؤال هذا في نعم. يعطيك العافية العميد طيار عبد العزيز لزقة. الله يسلمك. وسعيدين إحنا اليوم تواجدنا ونشوفكم، يعني شيء يعني يشعر بالفرح والسعادة أن شباب كويتيين على هالطيارات وقاعدين يأدون واجههم. كل الشكر لكم، يعطيكم ألف عافية. حياكم الله يحفظكم. الله يبارك. أعزائي المشاهدين، لازلنا مستمرين وراح نأخذكم جولة مع أخوانكم الطيارين في وزارة الداخلية، تابعونا. أعزائي المشاهدين، مسي عليكم بالخير ورحب فيكم أجمل ترحيب في برنامجكم الأسبوعي الأمن والمواطن. اليوم حلقتنا استكمال الحلقة الطاف اللي مع أخوانكم في إدارة جناح شرطة طيران الشرق، ونحن متواجدين الآن في جولة ميدانية مع أخواننا الطيارين. في البداية رحب فيك العميد طيار سالم شهاب مدير الإدارة، رحب فيك في برنامجنا. يا هلا مرحبا أخوي ناصر، الله يعطيكم العافية على هذا البرنامج والاستضافة على فرصة نطير معانا أمانة، ونشرح لك عملنا العملياتي اليومي في إدارة جناح طيران الشرطة. أرحب فيك المقدم فهد فوزان مساعد الطيار، واليوم احنا في جولتنا نبي نعرف طبيعة عملكم. العميد سالم كام، احنا الحين بهالجولة الميدانية ودي تعرفنا طبيعة هذه الجولة اللي الحين قاعدين نقوم فيها. صحيح، الجولة الميدانية طبعا هي جولة طيران، بالنسبة لنا هي جولة أمنية وفي بعضها تكون جولة تدريب حسب يعني الأوامر اللي تصدر لنا من العمليات المركزية. إذا كان هناك مهمة أمنية يتم تنفيذها فورا، أما إذا كانت رحلات تدريبية يتم مراقبة. طبعا هي الرحلات التدريبية تي على أساس أنه يكون في طيارين في وقت إجازتهم عند عودتهم مباشرة العمل، نتأكد الصلاحية انتهت الطيران فهني يتم إعادتهم واختبار عمل لهم نظري وكذلك عملي مع مدرب طيار يتم اختباره، يعني رحلة مدة ساعة يعطي تمارين معينة حتى الردة وضع اسمه في العمليات للمناوبة تجهيزه للعمليات. هذا بالنسبة للشكل اليومي. يمكن احنا قاعد نشوف العميد سالم بالنسبه للطيارين ما شاء الله قاعد اشوفهم يعني محترفين، يعني شوف تعاملهم مع الطيارات وتعاملهم مع البلاغات. متى بعرف ودي يتم يعني تاريخ تاسيس الاداره هاي؟ صحيح. طبعا تاسيس الاداره صار لها تقريبا يعني 24 سنه، يعني منذ سنه 2001 بدات باول طائرات اول طائرات تم شرائها سنه 2001، تم دخولها وتسجيلها 2001 شهر 8 بدأت. وبنفس الوقت قبلها بسنتين ارسال عدد من الطيارين الدفعه الاولى لتعاطهم بريطانيا المملكه المتحده البريطانيه، درسنا كليه علوم الطيران
وتخرجنا في رخصة طيران وبعدها خذنا دورة تحويلية على الطائرة نفسها اللي تم شرائها. بدأنا بالعمل طبعا. العمل كان عمل بداية مهامنا كانت معينة ومحصورة على مرقبة الفرقات السريعة ومرقبة الحركة المرورية الصباحية دخول وخروج الموظفين دوريات الليلية للرصد على المستهترين الفرقات العامة. فكانت بحجم الطائرة وبحجم مدة طيرانها فيتم تنسيقها عن طريق الربط مع دوريات المباشرة اللي هي عفوا احنا اليوم لقاءنا اي بس لان البرج قاعد يكلمني ومعنا طيارة اخرى اخواننا في طيارة الدولفين. طبعا هي طيارة احجام الطيارة اللي اشتريناها اول مرة خذيناها سنة 2001 هي ليميتد يعني مدة طيرانها ساعة طيران بحجمها بقوتها بعدد الاشخاص. لكن خلال ليه 2005 اكتشفنا ان محتاجة الادارة ان تلبي مهام وزارة الداخلية مثل الادارة العامة القوات الخاصة وعناصر التدخل السريع في عدد معين يحتاجون اخواننا بالانزال ومداهمة المباني والانزال السريع لمدة الطيران تكون افضل واسرع عمليات الانغاذ في البحر. فتم دخول طائرات اخرى نوع دولفين سنة 2005 صار عدد الطائرات 4 طائرات في ذاك الوقت وبدينا على طول فترة مع تنسيق مع الادارة العامة حفر السواحل لان كانت طبعا طيرانها افضل وكانت طائره الدولفين تعتبر من افضل الطائرات هذه الخدمه البحريه للقاء والمانوفر والتشغيل السريع مالها وتطورها في الاوتوبايلوت والتكنولوجيا العاليه. حتى وصلنا الى 2015 تم توقيع الطائره اللي احنا فيها الان النوع H225 او المسمى المعترف فيه اللي هي الكراكال. طائره متطوره حموله ثقيله مده طيران اطول تصل الى 4.5 ساعات تقريبا. يكون معاها عناصر من القوات الخاصة بعدد لا يقل عن 21 عنصر عمليات النهارية والليلية لها مقدرة بتلبية جميع متطلبات وزارة الداخلية. انتقل حق المخدم فهد فوزان. ارحب فيك مخدم فهد. حياك الله. حياك الله سيدي مقدم فهد. احنا شايفين الحين بالطيارة لابد ان يكون طيارين. شنو نبي نعرف شنو طبيعة عملك او طبيعة تواجدك الان في الطيارة الحين ومع العبيد سالم؟ صحيح حاليا معي العبيد سالم قائد السر. يختار احد الطيارين يكون كوبايلوت ومونيتورينج حق الطائرة. لأن الطائرة هذه ما تطير طيار واحد لازم طيارين اثنين. فبلغني العميد سالم عند رحلة دورية وحضر له أنا المعلومات اللي يحتاجها يبلغني يعطيني أوامر وأسوي له الملاحة الجوية. أخذها من قسم العمليات يجهزوا لي بالملاحة الجوية وأجهز له الكرو اللي هما ركب الطائر. واي حق العميد سالم اقول له الطياره جاهزه وكل شيء جاهز وجاهزين للانطلاق. ومثل ما شفت جينا على طول حظيره الطائره وجهزنا الطياره وطلعنا لللاين وسوينا تيك اوف خذينا اذن من التور وطلعنا. مقدم فهد كم صار لك انت في هذه الاداره الحين في الطيران؟ انا خريج طيار. صحيح أنا تخرجت 2007 من بريطانيا؟ نعم صحيح. كم بدأت دراستك؟ كانت دراستي سنة ونص. تعلمنا علوم الطيران والطيران العملي. نعم. وكذلك الطيران التشبيهي. خلصنا من بريطانيا. خلصت. لينا الإدارة داومنا معاهم ومارسنا الطيران دايركت. حاليا عندي 1500 ساعة. الرقم هذا في مجال الطيران. صحيح الرقم هذا يعتبر بالنسبة حق الطيران العالمي الايرلاين يعتبر شوية بس بالنسبة حق طيارين الهليكوبتر يعتبر محلول بالنسبة حق عدد السنوات. يمكن احنا قاعد نشوف ما شاء الله الشباب
الطيران للشباب الموجودين في الإدارة كلهم كويتيين صح؟ صحيح. كلهم عسكر. نعم. صحيح. لازم يكون ضابط وطيار كويتي. متلازم كل دورات خارجية. صحيح. لازم يكون مستاذ الاختبارات كلها. اختبارات الرياضية والطيران والنظري. كل الطيارات يعني اختبارات هذه كلها. بالنسبة لدوركم يعني اليومي بالنسبة لدوامكم. في اجتماعات في صيانه في شيء يعني بعرف طبيعه اول ما توصل الدوام شنو تسوي؟ عندنا مدير الاداره العميد سالم معطينا امر يوميا الساعه 7:30 صباحا في محاضره لجميع الطيارين وركب الطائر لاخذ حاله الطقس ومعرفة الطيارات الصالحة للطيران والطيارات العطلانة وعدد الطيارين وركب الطائر الصالحين للطيران، لأن في اختبارات سنوية اللي هي طبية الميديكال في طيارين ما يجتازونها، يكون حاشة مرض لا سمح الله، تعرف العدد الأفيلبل للطيارين. عقب ما ناخذ الإجازة الصباحي يكون قسم التدريب حاط رحلات تدريبية ليختار بعض الطيارين مع المدربين، وإذا في مهمة بلاغ من الإدارة العامة يحطها بالمهمة حق رحلة بنفس اليوم. العميد سالم، احنا تكلمنا يمكن على المهام اللي ادخلت يعني في بداية الأمر كانت محصورة المهام المرور وعملية المراقبة المرورية، انتقلت الآن بتجهيز الطائرات الجديدة في دورات الى دخول الميدان. تكلم على يعني المهام الجديده اللي دخلت على الطيران مالت اللي هي الاطفاء، يمكن كان لكم دور في احد الحرائق الكبرى اللي صارت بالكويت، كان دور جناح السرطه كان دور كبير، تكلمنا على هذا الموضوع. طبعا مع الخبره السابقه والسنوات واكتشافنا الى متطلبات الوزاره ومؤسسات حكومية، لقينا أن الطائرة اللي طلبناها اللي هي الحجم الكبير الـH2 طائرة لها مميزات كثيرة، ومن ضمنها مكافحة الحرائق، لها مقدرة بانتشال المياه عن طريق سلة معلقة وقذفها إلى موقع الحريق، وهذه كانت يعني مهمة تعتبر من صفحة جديدة فتحناها على مستوى الإدارة والوزارة بإدخال هذه المهمة، وتعتبر من مهام يعني العالية خطورة، لأن أنت دخولك بالحريق ودخان الأسود اللي هو خارج من الحريق هذا يعتبر اللي هو يدخل في دخل في المحرك ممكن يعمل لك فليم أوت أو إطفاء المحرك، فلازم نكون حريصين لبروسيجر معين عند دخولك في هذا الموقع الحريق اللي هو ثاني أكسيد الكربون. كذلك العمليات الأخرى اللي هي عناصر القوات الخاصة لها مميزات ومقدرة بالدخول والانزال السريع لعناصر القوات الخاصة عن طريق بايبات مخصصة اللي يسمونها الفاست ريليس في رمي الحبال اللي هي مالت انزال، وتشيل بعدد بإمكانها تقريبا 21 عنصر من القوات الخاصة، وهذا يعتبر عدد يعني كبير وكافي لمتطلبات الإخوان القوات الخاصة. كذلك هناك عندنا عمليات مسلح الطيارة هي فيها تعتبر جهاز آلي أوتوبايلوت، هو فعلي داخل تعتبر جهازين داخل الأوتوبايلوت، يعني معطينها سيفتي أعلى من متطلباتها. الطيارة مقدرتي أنا أقدر أشاهد الطيارات اللي بالجو اللي يسمونها إيكاف اللي هو الاير ترافيك كنترول، فيها الاف ام اس الفلايت مانجمنت سيستم، وهذا يعطيك المقدرة العالية بعمل الروت بعمل بحساب الوقود أثناء الرحلة، يعني الطيارة وايد متطورة وأعلى من المهام اللي احنا يعني ونفتخرنا ان نمتلكها لدى وزارة الداخلية. العميد سالم، يمكن سمعت يعني ان في تعاون بينكم بين الوزارات او المؤسسات الدولة، في تعاون، شنو وجه التعاون اللي بينكم؟ صحيح، التعاون مشترك، طبعا وزارة الداخلية تخدم جميع مؤسسات والحكومية والوزارات الدولة، هناك متطلبات بعض التعاون، يعني يكون في مهام معينة في قيادات معينة يتم نقلها من موقع إلى موقع آخر على مستوى
العالي مع المستوى وزارة على مستوى وزارة الأشغال، بعض الأوقات يحتاجون يعني كشف على طرقات معينة، عندهم مشروع معين، في برقيات لنا من قبل الإدارة العامة المركزية للعمليات بطلب تعاون وأخذ مثلا ركاب معينين مهندسين استشاريين إلى موقع معين حتى يتم مشاهدتهم والنقاش على موقع معين، حتى اللي هو كمثال يعني طرقات سريعة وطرقات العامة، هذا كمثال. هناك تعاون آخر اللي هو يصير بين مثل الاحتفالات الوطنية اللي قبل فترة شاركنا فيها، يصير بعدنا مع رفع العلم كان رفع العلم يعني ندخل في حتى بالاحتفالات الوطنية بالمشاركة مع المواطنين الوافدين يعني وظهار عمل الإدارة وظهار الطائرات، لأن أول ما كانوا يعرفون شنو دورها يعني، دائما يقولون أنتوا بس حق المرور مثلا، مراقبة المرور، مراقبة الطرق السريعة، وبالعكس أنا قاعدين يعني نخدم في كل اغلب المهام يعني وخاصه قطاعات وزاره الداخليه يعني وقطاعات الدوله. الحين احنا بالنسبه للطيارات هذه طبعا هل يتم شحنها من الخارج او ان شو طريقه نقلها، شو وصلت لكم من المصنع؟ طائرتنا الان اللي هي الاستود 5 هي تبع شركه ايرباص، موقعها في جمهوريه فرنسا مارسيليا، عند الطلب وانتهاء من تصنيعها. نعم طلبنا منهم ان نقلع فيها طيران من جمهورية فرنسا الى دولة الكويت عن طريق عبورا الى بعض الدول الاوروبية، وامكانية اخرى ان يتم تفكيكها بعد تصنيعها، ازالة بعض الاجزاء من الطائرة ووضع طائرات الكارغو الشحن، وبعدها ما توصل الكويت يرد ركبون. شلون لهم لا، احنا افضل لنا ان نطيرها، بدنا نجربها الطياره ونشوف كفاءتها وامكانياتها العاليه، ويكون يعني بيلد اب الاكسبيرينس للطيارين يعني رفع الخبره للطيارين اللي هو الكروس كانتري، عبور الدول بين اجواء واجواء وحدود، وعمل الفلايت بلان يعني كانت رحله امانه ممتعه. تقريبا 4 ايام كانت هي مدتها 4 ايام صحيح، تقريبا على 23 ساعه مده الطيران هو متواصل، هو كانت من جمهوريه فرنسا الاقلاع الى ايطاليا منطقه كالياري وبعدين لاميليا، وبعدها من ايطاليا رحنا الى جريك اللي هو اليونان، ريحنا فيها ليله وبعدها حبينا وقود وتم خروج ودخول الجوازات والاجراءات في المطار، وبعدها اقلاع من اليونان الى قبرص، نزلنا في مطار لارنكا وكملنا بعدها الى عبرنا البحر المتوسط الى جمهوريه مصر العربيه، نزلنا في بورسعيد مطار بورسعيد وعبينا وقود، ومن ثم عبرنا الى القاهره ونزولا بالغردقه وهم ريحنا وعبينا وقود، ومن ثم اليوم الرابع عبرنا البحر المتوسط إلى المملكة العربية السعودية مطار الود، عبينا وقود ومن ثم حائل ريفيول كذلك، وكنتنيو لدولة الكويت. كان في استقبالنا طائراتنا في أجوانا وزارة الداخلية وقيادات العليا لوزارة الداخلية عند تدشين هذه الطائرة. طبعا يمكن هذه الرحلة يمكن هذه ناس ما تفضلت أن تكسب الكرو كامل الخبرة في عملية توصيل الطائرات وعمل النقل الخاص للدول. الآن نتكلم على التدريبات، يمكن احنا دائما نشوف تدريبات القطاعات الأمنية إن كانت في البحر إن كانت دائما مشاركة الجراح الشطة في هذه التدريبات. صحيح. نعم احنا في كل موسم بداية شهر 9 تم ارسالنا جداول التدريب خاصة اخواننا بالعدارة العامة القوات الخاصة، فيتم ارسالنا اخواننا بالقوات الخاصة جدول التدريب دفعات جديدة ليتم تدريبهم لعمليات الانزال على المعسكر الميدان، ومن ثم الانتقال الى المرحلة المتقدمة عن طريق الطائرة والنزول فوق البحر، يتم تدريبهم بالانزال السريع ولهم طريقتهم بالكورفول. المتطلبات قبلنا ان نجهز لهم الطياره، ننزل لهم الكراسي بالكامل، اذا كانت الطياره يعني راح تدخل في يعني اللي احنا الاوفشور اللي هو فوق البحر راح تطير، واذا طلبوا مثلا فقط بالمعسكر اذا كانت رحله بريه يتم تركيب حلقات معينه والمرابط اللي هم يحتاجونها والامور هذه. طبعا عميد سالم شنو الاول الانظمه اللي قاعد تتبعونها لسلامة الطيارين والطائرات؟ هو الطيران بشكل عام يعني نتعلم
شيء اسمه اللي هو سيفتي. من بداية حياتك في هذا المجال كلمة سيفتي اللي هي تدخل تدرج في أمور كثيرة اللي هو تدريب طيارين، هذا يبعدك عن المخاطر ويدخلك في مراحل السيفتي، المراقبة، أداء الطيار نفسه إنه ما يتجاوز طيران معين في حسب التسيبات اللي صادرة من المصنع، إنه يعني مثلاً يدخل في حركات معينة، إنه والله مثلاً ارتفاع معين، سبيد معين، يعني في إجراءات معينة بالطيران. كذلك مراقبتهم صحياً بدنياً اللي هو الميديكال، وهذا يعتبر سنوي يتم فحصهم. فحص الطيار، فحص الطيار نفسه، السمع والأذن والصدر، يعني كامل الثانية. وإذا في ملاحظات يتم يعني يبلغنا فيها، يا يعطي فت إنه صالح أو غير صالح. والحمد لله يعني الله يعطيهم الصحة والعافية الطيارين كلهم لحد الآن ما عندنا مشاكل في هذه الإجراءات. كذلك الطيران نفسه إنه دائما إحنا نحرص إن اللي يطيرون اثنين مع بعض. واحد يريح الثاني يمسك الكنترول، يمسك الكنترول شخص مع البرج مع التحفظ التحكم. فندخل في يعني يسمونه CRM اللي هو الكلو ريسبونس مانجمنت اللي هو ناخذه ويا البحار، يعني دائما يتعاونون مع بعض، فكل واحد له اداء معين داخل الطياره داخل الكوكبيت. يعني انا الان قاعد اتكلم معك في المقابله وي مقدم فهد غوزان ماسك الطياره وقاعد يطير ومراقب الاجواء، وبنفس الوقت قاعد يسمع البرج اذا في اي اتصال. فالسيفتي وايد مهم، يعني هذا موجود عندنا قسم يسمونه قسم الامن والسلامه، ممكن في ادارات اخرى يفهمونه قسم الامن والسلامه اللي هي الحراسات، ولكن هو متشعب قسم المراقبه الارضيه، طفايات الحريه كمثال، يراقب حظيره الطائرات، يراقب الهندسه، يراقب طريقه تخزين القطع طيار، فعنده شغل يعني في هذا العمل كثير. كذلك تحقيق الحوادث لا سمح الله صار شيء، فهذه المراحل هذه كلها ندخل فيه. نحط لنا بوسترات داخل الاداره ان يعني في ندخل في موضوع السيفتي، كذلك يعني في اكثر من اجراء، يعني في متبع البروسيجر لازم تتبع، يعني لو احنا دائما نخاف ان اي طيار يدخل في كلمه دائما اللي هي زياده الثقه بالنفس اللي هي الاوفر كونفيدنس، يعني وهذه من مخاطر الطيار انه يدخل في هذا، انه يقول والله انا حاول الطيار ما يحتاج اقرا التشيك ليست. نعم. يمكن شاهدنا من البدايه وما تقرا، لازم تقرا ان شاء الله صار لك 20 30 سنه بالطيران اولويز فولو ذا تشيك ليست، يعني دائما اتبع دائما تعليمات الطائره. العام اللي كل شيء ما غطيناه احنا بحلقتنا، يعني صراحه الحلقه ممتعه، يعني بالنسبه لي قاعد نشوف وقاعد نشوف شغلكم وقاعد نشوف الأجواء من فوق، في شيء ما غطيناه إحنا باللقاء، وحب توصل لإخوانك المشاهدين. مشكورين أمانة على هذه الحلقة، يعني أول مرة نسويها بهذه الطريقة اللي هو بالأجواء ومقابلة، ومشكور جدا عميد ناصر على هذا، يعني ننور المشاهدين وننور إخواننا في تلفزيون دولة الكويت بعملنا اليومي والصغور الداخلية والجنود اللي خلف الكواليس اللي قاعدين اليوم يطيرون، وأمانة عمل خطر. شكرا لكم، يعطيكم العافية. مشكور العميد طيار سالم شاب، ومشكور المقدم فواز الفوزان، العفو يا سيدي، احنا بالخدمة، طولنا عمرك. الله يعطيكم العافية وقواكم الله، الله يحفظك. طبعا أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى نهاية حلقتنا، ووصلنا كذلك إلى نهاية السيزون أو نهاية الموسم لبرنامج الأب والمواطن. يكون هذه راح تكون آخر حلقة لنا خلال الموسم هذا، وإن شاء الله نلتقي معاكم إن شاء الله إذا الله كتب إن شاء الله بعد رمضان إن شاء الله. ونتمنى إن شاء الله نكون وفقنا اليوم في هذه الحلقة، وكذلك أتمنى نكون وفقنا في طوال الموسم بالنسبة للحلقات وبالنسبة لوصول رسائل التوعوية لجميع أخواننا المواطنين. شكرا لكم، ونتبقى معاكم إن شاء الله في الموسم القادم. لكم مني كل الشكر، مع السلامة.
وصلنا معكم إلى ختام فقرات حلقتنا لهذا الأسبوع. كل هذا وأكثر في برنامج الأمن والمواطن. على أمل أن يتجدد اللقاء بكم في الحلقة القادمة. الله يعني جانا أمن الكويت مالها.